بشأن الهجوم الذي استهدف جنودا أمريكيين في القرية الخضراء قرب دير الزور شمال شرق سوريا. ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. سيادة العقيد، بداية مرحبا بك. إصابة جنديين أمريكيين بهجوم على قاعدة للتحالف الدولي بسوريا هو الأول من نوعه منذ نحو 3 أشهر، كيف تقرأ هذا الهجوم؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالطبع بعد انسحاب روسيا من بعض المواقع الهامة في البادية السورية ازداد نفوذ الإيرانيين بشكل أوسع وأكبر، وعيون الإيرانيين والنظام ترنو إلى منطقة شرق الفرات، فلذلك نراهم بين الفينة والأخرى تقوم ميليشياتهم التابعة للحرس الثوري باستهداف بعض المواقع المحسوبة على القوات الأمريكية، حقل العمر خاصة الذي يعتبر أكبر قاعدة عسكرية. بالأمس هناك استهدافات في 5 قذائف على هذه المنطقة أصابت جنديين أمريكيين في تلك المنطقة. كل هذه المحاولات الإيرانية تريد إحراج الأمريكيين أو دفعهم باتجاه الخروج أو لكشف ماذا سيفعل الأمريكيون في حال تم استهداف قواتهم في هذه المنطقة، خاصة بأن الإيرانيين وميليشياتهم يعني لم يخسروا شيئا، بالتالي هم يريدون السيطرة على المنطقة، هم يجسون نبض الأمريكيين، وخاصة بعد القصف الذي تعرضت له مواقع للأمريكيين السفارة في منطقة. طيب، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه القاعدة؟ أولا، منطقة شرق الفرات هي منطقة نفوذ أمريكي حتى الآن، الأهمية كون المنطقة يعني تحوي أكثر من 80% من النفط السوري في هذه المنطقة، بالإضافة إلى وجود قوات سورية ديمقراطية، فليست المسألة مسألة أرض في هذه المنطقة، ولكن هي مسألة نفوذ القوات النظام والإيرانيين والروس معهم، يعتبرون بأنهم قوات شرعية مدعومة من أو مدعوة من قبل قوات النظام، أما باقي القوات فهي قوات غير شرعية إلى هذه المنطقة في ظل الضائقة الاقتصادية القوية جدا، بأن السيطرة على هذه المنطقة يمنعهم مثلا 600 ألف برميل يوميا من أجل التصدير، بالإضافة إلى الغاز، بالإضافة إلى مواقع أخرى، ويريدون أن يتوجوا هذا الوجود كنصر لهم يعني من أجل تهريب المخدرات. رأينا أن هناك تهريب باتجاه العراق 1,800,000 حبة، هناك باتجاه الأردن. إذن هذه عصابة ليست هي دولة، عصابة تحكمها إيران والحرس الثوري، يريدون الاستئثار في هذه المنطقة. هل سنشهد يعني في المرحلة المقبلة رغبة إيرانية للتصعيد أيضا على نفس الغرار، على الغرار نفسه؟ أتوقع بأن عدم الرد الأمريكي الحاسم وعدم وجود استراتيجية، يعني الولايات المتحدة تضع داعش والميليشيات الإيرانية في مقام واحد، ولكن تتعامل مع داعش بالقوة وتتعامل مع الإيرانيين بالتجاهل. رأينا عدة استهدافات استهدفت القوات الأمريكية، هناك حتى الدوريات الأمريكية في شرق الفرات تقوم باعتراضها قوات للنظام أو ميليشيات تابعة للنظام. رأينا الاستهدافات في منطقة كركوك ومنطقة السفارة الأمريكية، لم تحرك أمريكا ساكنا، إدارة أوباما وإدارة بايدن هي نفس التعامل تتعامل معها. ولكن سيادة العقيد، يعني بحسب المرصد السوري فقد ردت قوات التحالف على مصادر النيران وضربت مواقع الميليشيات الإيرانية. هذا الاستهداف وإسكات النيران وكما يقال وحدة بوحدة لن تكفي من أجل ردع الإيرانيين الذين لا يهتمون بمصير ميليشياتهم، هم بالتالي مرتزقة، ليسوا جنود إيرانيين رغم أن وجود بعض المستشارين في تلك المنطقة. إذن الرد الحاسم على إيران هي طرد إيران من هذه المنطقة وتزويد أبناء المنطقة، الجيش الحر سابقا التنف بأسلحة ضرورية، وبالتالي يتم طرد الميليشيات الإيرانية، لأن وجود إيران في أي منطقة يعني بأن السرطان مستشري وموجود وسيبقى. من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لك.